للتعليق بشأن استنكار ورفض أهل شهداء ثورة تشرين في محافظة ذي قار قرار محكمة استئناف المحافظة إطلاق سراح مجموعات الأمنية المتهمة بقتل أبنائهم معنا هاتفيا من محافظة ذي قار مصطفى كامل شقيق الشهيد حمزة كامل. مرحبا بكم، وكيف تلقيتم نبأ قرار محكمة استئناف ذي قار والذي أطلق بموجبه سراح الضباط والعسكريين المتهمين بقتل الثوار؟ حمزة كامل، هل أنت معنا؟ تفضل. أنا عباس أخوي المستشهد حمزة. طيب تفضل عباس. أستاذ، قبل 5 أيام أجى رئيس محكمة استئناف ذي قار من العمارة. نعم، اجى من العماره وقع على اوراق المتهمين الضباط المنتسبين المشتركين بقضيه جميل الشمر يوم 28. نعم. وغير الماده من ماده 406 الى 405 اللي تقبل الكفاله بحجه بان مرض كورونا والوباء المنتشر. بس هي يعني قضيه يعني بالذات قضيه المتهمين قتل المتظاهرين قضيه حساسه جدا يعني، وتشغل الراي العام وتشغل المتظاهرين اهم مطالب عوائل الشهداء هي محاسبه القتل. عوائل الشهداء وصلوا المعلومات ارقام الهمرات واسماء الضباط ونوعيه العتاد المستخدم والرصاص المستخدم بيوم المجزره. وصلوا القاضي والقاضي توعد وتكفل بالقضيه قال انا راح امشي بيها وانا راح ان شاء الله اجي بحقوقكم. بس من يجي رئيس المحكمه مال استئناف ذي قار ويغير الماده ويطلعهم بكفاله بحجه وباء كورونا اذا طبعاهم تحت التحقيق او المراقبه شلون يرجع القاضي الدوام الرسمي يرجع المنتسب الدوام الرسمي يرجع الحياه الطبيعيه اذا هو متهم طلعوه بالمرض. هاي نقطه. اما النقطه الثانيه زين الضابط يعني القاضي رئيس المحكمه يطلع مجموعه من المجرمين يخلي مجموعه ثانيه هو يقول انا طلعت على متوقع شاجرة ما شارك ومتدرجة ينتقص المجرمين تطلق سراحهم. اما باقتهم البسيطة تخليهم هذا مو منطق ولا عدل. طيب عباس، يعني هل هناك طرق قانونية أخرى ستلجؤون إليها؟ مثلا ستلجؤون إلى محاكم أخرى؟ أستاذ، احنا راح نتجه للمحكمة الاتحادية ببغداد وراح نتخذ كل الأسباب القانونية. بس عندنا مجموعه من عوائل الشهداء جاي توعدون يعني يقول لك احنا اذا القانون والقضاء ما اخذ حقنا راح نتجه للاسلوب العشائري. يعني احنا نحاول بكل الطرق نلتزم بكلام المرجعيه ونلتزم بالقوانين الاساليب القانونيه ونمشي مسار القانون. سياساتنا القانونيه ما نتوجه للاسلوب العشائري او اسلوب الدم. احنا دارين نمشي نحكي بالعاميه. القران يقول وبشر القاتل بالقتل. زين اسماء المتهمين موجوده عندنا واماكن سكنهم موجوده عندنا، احنا نقدر من باشر يعني طبيعي نتعامل وياهم مبشر القاتل بالقتل، نمشي بامر الله والقران واروح اخذ حقي بيدي يعني اخذ حقي بيدي ما اذا الدوله ما تطلع حقي. بس احنا راح نستخدم كل الاساليب والوسائل القانونيه على مود نرجع حقنا بالقانون، يعني احنا متظاهرين سلميين، احنا طلعتنا سلميه وطلعنا بقانون وبحق، فما نريد نتوجه لهي الاساليب وجاي نهدي بعوائل الشهداء ونقول لهم نستخدم وياهم القانون. بعدين نشوف شنو الاجراءات راح نستخدمها. نعم، شكرا جزيلا لك. اذا القانون ما انصفنا تفضل. نعم، اذا القانون ما انصفنا وصفى للمجرمين يعني اذا القضاء والقانون ما انصفنا ووقف ويا المجرمين ويا القتله وبهذه الحاله راح نستخدم اساليب يعني اساليب تصعيديه ورئيس محكمه استئناف ذي قار هو يتحمل كامل مسؤوليه بكامل الاجراءات راح نتخذها. فهو راح يتحمل المسؤوليه وهو راح يتحمل مسؤوليتها كامله. نعم، شكرا لك عباس كامل شقيق الشهيد حمزة كامل من محافظة ذي قار.